اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من برنامج السادسه لا صوت يعلو فوق صوت النهائي الافريقي. من النهارده لحد يوم 27 كل التركيز وكامل التركيز في 90 دقيقه الاهم في المسيره الطويله، الشوط الطويل اللي قطعناه لحد ما وصلنا لنهائي افريقيا. طبعا بطمن حضراتكم كامل التركيز موجود عند اللعيبه، موجود عند الجهاز الفني، وهم فاهمين كويس قوي ان 90 دقيقه دي هي الفيصل علشان نكتب التاريخ مرة تانية، عشان نضيف بطولة لدولاب بطولات وإنجازات النادي الأهلي. إيه اللي مطلوب من الجمهور؟ إيه اللي مطلوب من حضراتكم؟ الدعم وكامل الدعم الفترة دي لكل اللعيبة، للفريق، للجهاز الفني بشكل عام. طبعا لأن دي أكتر فترة هما محتاجين فيها الدعم ده، وياريت ما يكونش في أي انتقادات أو أي تقليل من أي شخص الفترة اللي جاية، لأنه يعني احنا شايفين قد ايه محدش مقصر، وشوفنا مباراه الاياب كانت بتتلعب بالظبط زي مباراه الذهاب بنفس الروح والاصرار، وكاننا ما كسبناش مباراه الذهاب. مباراه طلائع الجيش، مباراه التتويج، كان في لعب واصرار، وكل لاعب بيطلع 100% اللي عنده، وكاننا محتاجين الثلاث نقط دول عشان نحسم الدوري. كل الدعم طبعا لفرقتنا، وباذن الله تكون البطوله الافريقيه التاسعه قريب بنحتفل بيها. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير ساره، مساء الخير على كل اللي بيتابعونا. يوم جديد وحلقه جديده والسادسه الحقيقه مش بس هي مجرد نجمه تسعه هتضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي، بالتاكيد رقم استثنائي. يعني ما اعتقدش باستثناء ريال مدريد ما فيش نادي تاني موجود على سطح الكره الارضيه قدر يحقق الانجاز اللي وصل له النادي الاهلي. خدوا بال حضراتكم انه كمان في ال 20 سنه الاخيره الأهلي تسيد أفريقيا بشكل كامل، وأنا قلت لحضراتكم أنه العشرين سنة اللي فاتت كانت فرقة بشكل كبير جدا في زيادة قاعدة جماهيرية وشعبية النادي الأهلي بشكل كبير. الأجيال اللي اتولدت وابتدت تتفرج على كورة وتشوف كورة وتشوف نادي مسيطر تقريبا على 90% بالبطولات اللي بياخدها، بيقدم لمصر وللعالم العربي والقارة إفريقيا أهم النجوم وأهم المواهب في كرة القدم، بالتأكيد زادت حجم شعبيته كتير جدا. لكن مش بس، ويمكن هيبقى جزء من حلقتنا النهاردة، يعني أنا عايز أقدم للشباب دول والجمهور الأهلي عموما، يعني مش بس الشباب الصغير لكن الجمهور الأهلي عموما، فكرة عن يعني إيه الأهلي في أفريقيا، يعني إيه مشوار من الإنجازات ومن النجاحات اللي الناس دايما بتبص فيه على الخطوة الأخيرة. يعني بنبص دايما على فكرة التتويج، لا، الحقيقة أنه نجاحات الأهلي في أفريقيا تتخطى بكتير جدا فكرة التتويج، والأرقام القياسية اللي بيحققها الأهلي في أفريقيا تتخطى بكتير جدا فكرة الكؤوس اللي فاز بيها النادي الأهلي، على الرغم من أنه متفوق طبعا على مستوى البطولات، سواء كنا بنتكلم دوري أبطال، سواء كنا بنتكلم على أبطال كؤوس بالمسمى القديم أو حتى كونفدرالية، مفيش بطولة وسوبر أفريقي، مفيش بطولة أفريقية النادي الأهلي ما حققهاش. هنتكلم النهارده بكل تفاصيل. وبمناسبه الانتقادات، انا بيتهيألي انه احد من اكثر النقط الايجابيه في تولي بيتسو موسيماني المسؤوليه هي يعني انه حده الانتقادات اللي موجوده في اخر ايام فايلر قلت بشكل كبير. انا بيتهيألي انه من ساعه ما تولى بيتسو موسيماني المسؤوليه وظهر مع الاهلي في اخر ماتشات البطوله المحليه او حتى في ماتشات الوداد، انا غابت نغبت الانتقادات، ما شفت يعني شفت حاله رضا كبيره جدا من الجمهور عن الاداء وعن النتيجه وعن مستوى كبير جدا وصلت له الفرقه وعن ارقام مهمه جدا حققها النادي الاهلي تحت قياده بيتسو موسيماني. فما اعتقدش انه الناس النهارده بتفكر في انتقادات، الناس النهارده بتفكر ازاي ندعم فرقتنا، ازاي نعدي الجاب او الفجوه اللي حصلت بعد تاجيل لمده 3 اسابيع. احنا بنتكلم من 6 ل 27، وبالتالي عندنا تقريبا 3 اسابيع تاجيل، عايزين نستغل الفتره دي. بالتاكيد يا كلام مش محتاج ان احنا ناكد عليه انه اللعيبه في قمه تركيزها وانه الجهاز الفني بيذاكر بشكل كبير جدا، ويمكن هنتكلم في اخبارنا النهارده على تحضيرات واستعدادات الجهاز الفني ازاي هيتعامل مع المرحله دي بشكل كبير. النهارده هيشرفنا في طبعا كابتن محمد سمير هيكون ضيف علينا هنا في استوديو السادسه، هنتكلم معاه، وواحد من طبعا من ولاد النادي الاهلي، وهيكون معانا النهارده من فيديو كونفرنس الناس اللي حضرت بطوله افريقيا 96، بطوله امم افريقيا 96. يفتكروا كويس قوي طبعا منتخب البافانا بافانا البلد المضيف، ويفتكروا كويس جدا واحد من ابرز الاسماء في البطوله دي اللي مش ممكن ابدا ننساها، سواء بادائه في الملعب او بمظهره الملفت للنظر، مارك فيش نجم جنوب افريقيا، هيكون ضيف علينا في السادسه النهارده من خلال الفيديو كونفرنس. خلينا نروح لفاصل ونرجع نبتدي حلقتنا مع حضراتكم.
مرة تانية، وخلوني قبل ما أبدأ مع حضراتكم أخبارنا، وطبعا بنبدأ بأخبار النادي الأهلي وبعدين الأخبار العالمية. خليني أقول لحضراتكم النهاردة زي ما أحمد قال هيكون معنا كابتن محمد سمير نجم المقاولين العرب وكمان طبعا نجم الاهلي السابق. تقدروا توجهوا له السؤال اللي انتم عايزينه على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام. خلينا بقى نروح لاخبار النادي الاهلي، واقول لحضراتكم ان بيتسو موسيماني هيعقد المدير الفني طبعا للنادي الاهلي جلسه مع جهازه المعاون يوم السبت اللي جاي علشان يحط خطه الفريق وبرنامج التدريبات استعدادا طبعا لنهائي دوري ابطال افريقيا يوم 27 نوفمبر قدام الفائز من الزمالك والرجاء المغربي. طبعا المدرب الجنوب افريقي بيبحث مع معاونيه خطه الاهلي للفتره اللي جايه، خطه التدريب طبعا والحمل التدريبي النهائي الفتره اللي جايه بالتنسيق مع جهازه المعاون في ظل تعرض اكثر من لاعب الفريق للاصابه بجانب تواجد الدوليين مع منتخبات بلادهم. لو حسبنا الفتره الفعليه لاستعداد النادي الاهلي يا ساره هنتكلم في اسبوع. صحيح انه التاجيل 3 اسابيع يعني من 6 رحنا ل 27 يعني 21 يوم، لكن الفتره الفعليه اللي هياخدها النادي الاهلي استعداد لا تتجاوز 7 ايام. طبعا القوام الرئيسي اللعيبه موجود وهيتدرب، ويمكن كنت بتكلم مع احمد فوزي امبارح كابتن احمد فوزي في السادسه وقال انه من وجهه نظره انه الجهاز الفني ياخد باللعيبه اللي موجوده دلوقتي معاه ماتش او 2 ماتشات يعني تجريبيه بحيث انه يرجع اللعيبه لفورمه ولياقه المباريات مره ثانيه، وده الاوقع انه يتم الاتفاق عليه يوم السبت. طبعا كله يخضع لرؤيه موسيماني في النهايه، لكن تكتمل تشكيله النادي الاهلي يرجع المصابين بشكل كامل، الشحات يدخل ان شاء الله فورمه، يرجع الدوليين. احنا ماتش المنتخب الثاني 17 نوفمبر في لومي في توجو، يعني ان شاء الله اللعيبه ترجع 18، يعني اعتقد يبتدوا التدريبات من 19. فنحسب ان الاهلي بتشكيلته الكامله جاهز لبدايه مرحله الاستعداد يوم 19، واعتقد انه من 19 ل 27 اعتقد انه برضو الاهلي ممكن يحتاج مباراه وديه يجرب فيها نفسه ويجرب فيها طريقه اللعب ان شاء الله لمباراه النهائي. وبمناسبه النهائي النهارده هنتابع ونتفرج طبعا النهارده قبل اللجة الثانية بقى أو المباراة العودة في من لقاء الرجا والزمالك، والمنافس طبعا اللي هيلعبنا في النهائي يحسم تأهله النهاردة، سواء الزمالك بتأكيد فوزه على الرجا أو لا قدر الله لو رجا عملها مع الزمالك وقدر يعمل ريمونتادا، وده اللي ما نتمناهوش. احنا نتمنى في النهاية بكل صراحة وبكل أمانة يعني إنه الزمالك فريق مصري، وأنا يهمني في الوقت ده ولاد بلدي، ما فيش شك إنه الزمالك النهاردة بيلعب باسم مصر، واتمنى ان شاء الله انه يتاهل للمباراه النهائيه. ايه قلتش حاجه؟ عندك شك في الكلام اللي انا بقوله؟ ما قلتش حاجه طبعا. لا يعني طبعا لا، انت اتمنى. بصي في ناس بتحسبها كوره تقول لك انا يعني الزمالك ولاد بلدي، بس انا عايز الرجاء يوصل لانه في ظني انه المباراه النهائيه من نسبه 50% الارض مصلحه لينا بالظبط كده. في ناس شايفه انه لو لعبنا الرجاء في المباراه النهائيه فرصنا هتبقى اعلى، بس انا شايف انه الاهلي جاهز للاثنين، يعني ان شاء الله سواء الرجاء او الزمالك الاهلي جاهز، وان شاء الله الاهلي قادر على حسم البطوله ايا كان اسم المنافس. ومع ذلك نتمنى التوفيق لنادي الزمالك المصري النهارده في مواجهته للرجاء. نروح للشحات، بما ان احنا كنا بنتكلم على المصابين، طبعا حضراتكم عارفين انه الشحات كان بيشتكي الحقيقه من يعني حاله اجهاد في العضله الخلفيه، الجهاز الطبي بيجهز ان شاء الله باذن الله حسين الشحات عشان يكون جاهز ان شاء الله لنهائي دوري ابطال افريقيا اللي هيتلعب يوم 27 بعد ما تعرض للاصابه في العضله الخلفيه خلال الفتره الاخيره، والاصابه دي يمكن حرمت الشحات نفسه من مشاركه الاهلي في مشاركته مع الاهلي يعني في ماتش طلائع الجيش، الماتش طبعا اللي ختمنا بيه الدوري. كل التمنيات بالشفاء طبعا للشحات. عين وصابتك يا ابني، معلش بس قدها ودود، محتاجينك ان شاء الله ومحتاجين نفس الفورمه اللي ظهرت عليها مع الوداد في ماتش القاهره ان شاء الله تكون عنصر من عناصر الحسم في مواجهه النهائي. خلينا بقى نروح يا احمد لمعسكر منتخب مصر، بينضم طبعا لاعبو النادي الاهلي الدوليين لمعسكر منتخب مصر النهارده يوم الاربعاء وفقا للاتفاق اللي بين كابتن محمد بركات مدير المنتخب وجهاز الكره بالاهلي بعد اعلان قائمه اللاعبين المختارين لتمثيل منتخب مصر من الفريق الاحمر. وطبعا الجهاز الفني للمنتخب الوطني كان اعلن طبعا بقياده كابتن حسام البدري اسماء المنضمين من لاعبي الاهلي لقائمه الفراعنه، وده استعدادا للتحضيرات الرسميه لمواجهه منتخب توجو ذهابا وايابا 14 و17 نوفمبر ضمن منافسات الجوله الثالثه والرابعه للتصفيات
المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون. اللاعبون هم طبعا زي ما حضراتكم عارفين الشناوي أيمن أشرف، محمد هاني، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وحمدي فتحي. مين اللي تم استبعادهم؟ أحمد فتحي، كهربا، وحسين الشحات. طبعا معروف ان حسين الشحات تم استبعاده طبعا بعد ما اثبتت الفحوصات الطبيه اللي خضع ليها تحت اشراف طبيب المنتخب الوطني دكتور محمد ابو العلا اصابته بشد في العضله الخلفيه. مباراتين مهمين جدا، مباراتين توجو مهمين جدا، لان لازم يكون وضعنا في المجموعه احسن من كده. احنا متعادلين مع كينيا ومع جزر القمر، لازم نكسب المباراتين دول. وزي ما قلت لك يا احمد امبارح بكوره حلوه كمان، الجمهور يستمتع كمان، ما ينفعش يبقى منتخب مصر في المجموعه موقفه صعب. هو احنا بنتكلم على توجو طبعا، مش منتخب يعني، مش غانا ولا السنغال ولا كوت ديفوار ولا المغرب ولا الجزائر ولا تونس، بس متعادلين مع كينيا وجزر القمر. ده حقيقي، دي مشكله طبعا، يعني احنا اللي حطينا نفسنا في الموقف ده. لكن انا ما اعتقدش ان يعني الكره ما فيهاش مستحيل، عشان ما حدش يعني يعلق بالكلمه. انا فاهم كويس الكره ما فيهاش مستحيل، وفاهم انه افريقيا اتغيرت، وفاهم انه الخريطه مش عارف تمام، كل ده انا على عيني وعلى راسي وبحترمه جدا. لكن انه مصر ما توصلش بطوله امم افريقيا في مجموعه فيها توجو وكينيا وجزر القمر، يعني مع كامل الاحترام والتقدير للدول دي، احنا بنتكلم عن منتخب مصر يا جماعه. فانا بيتهيألي ان الموضوع محسوم، خصوصا كمان انه يعني احنا بناخد اول وثاني من كل مجموعه. فعلى كل الاحوال اعتقد ان حظوظنا ما زالت موجوده وبقوه، نتمنى ان شاء الله. ومعانا منتخب قماشته حلوه، ومعانا لعيبه عامله سيزون اكتر من رائع، سواء محترفين او بيلعبوا في الدوري المحلي، فبيتهيألي ان شاء الله المنافسه تكون محسومه. نروح للبنك الاهلي اللي نجح فيه طبعا واحد من الفرق اللي صعدت حديثا للدوري الممتاز، نجح انه يتعاقد مع اثنين من اللاعبين اصحاب الخبره وليهم رصيد كبير جدا، يمكن مع جماهير النادي الاهلي كمان، محمد ناجي جده ومحمد نجيب اللي كانوا بيلعبوا في الجونه. والاثنين حقيقه انتقلوا للبنك الاهلي في صفقه انتقال حر خلال فتره الانتقالات الحاليه، وده بعد ما مشي طبعا من فريق الجونه بالتراضي يعني، او يعني كان في اتفاق كده جنتلمان زي ما بيقولوا، انه يعني يسيبوا فرقه الجونه. ويمكن ده واحد من اهم الحاجات اللي كان طالبها كابتن يوسف، وهو طبعا بيتعاقد مع جده نجيب لانه محتاج لاعبين عندهم خبره في الدوري الممتاز. صحيح بنك الاهلي تاهل وعنده فرقه كويسه، لكن بالتاكيد تجربه الدوري الممتاز تحتاج الخبرات، واعتقد انه نجيب وجده عندهم من الخبرات الكثير والكثير، واعتقد ان هم هيكونوا اضافه لفريق البنك الاهلي. نروح كمان طبعا وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي، التقى طبعا باعضاء مجلس اداره هيئه استاد القاهره لمناقشه التصور النهائي للمشروعات الاستثماريه المقترح تنفيذها داخل الهيئه. كمان اكد وزير الشباب والرياضه على اهميه هيئه استاد القاهرة، أحد أكبر المؤسسات الرياضية داخل مصر، والحرص على تحديث منشآته وتطويرها وتحقيق كمان العوائد المالية المناسبة، واتخاذ المسارات الواجبة لتحويله لهيئة اقتصادية بتخدم المواطنين والمجتمع. وده طبعا تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة، بعد طبعا تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها. أشار طبعا صبحي إلى أن الوزارة بتسعى نحو تعظيم الاستثمار داخل المنشآت الشبابية والرياضية دي في جميع محافظات الجمهورية بمشاركة القطاع الخاص ضمن مشروع الطرح الاستثماري وفق الضوابط والقوانين الحاكمة في الشأن ده. أعتقد طبعا هو البنية التحتية الرياضية في مصر شهدت طفرة غير مسبوقة، وأعتقد كمان أنه التفكير في فكرة أنها تكون منشآت استثماريه يعني يبقى ليها عوائد تمكن القائمين عليها من حسن ادارتها وحسن صيانتها وتطويرها، مع توفير كمان في نفس الوقت اضافه وخدمه مجتمعيه، اعتقد ده فكر يحترم جدا. ونتمنى انه مش بس استاد القاهره، يعني مصر الحقيقه فيها عدد كبير جدا من الملاعب والاستادات والصالات المغطاه، من الممكن انه بنفس الفكر وبنفس الطريقه يتم استثمارها بشكل كبير. نروح مع حضراتكم ليفربول، وطبعا اعتقد انه كتير من جماهير الكره امبارح تابعت صلاح في مواجهه ليفربول مع اتلانتا، والهدف اللي احرزه صلاح واستمرار مسيره نجاح وتالق وتحقيق ارقام قياسيه مع فريقه ليفربول، ده فخر طبعا وشرف لاي مواطن مصري. محمد صلاح اعتقد انه خلاص يعني بعد ثلاث مواسم تقريبا قضاها مع ليفربول اصبح ايقونه، اصبح اسطوره من اساطير النادي، وكتب تاريخ. وده اللي كنت بكلم حضراتكم، الموضوع مش بس فكرة انه انك انت تحترف او انك انت تلعب في نادي كبير او انك انت تاخد فلوس كويسة، الموضوع وده بيتهيالي بيوصل للعيب بعد ما يوصل لمرحلة نضج معينة،
انه ازاي تسيب بصمه، ازاي تكتب تاريخ. واعتقد انه في ثلاث مواسم صلاح كتب تاريخ عظيم جدا، نتمنى انه يكون نموذج وقدوه يحتذى به. يورجن كلوب مدرب ليفربول اتكلم الحقيقه على صلاح، واتكلم عن نقطتين تحديدا، تخوف شديد جدا من انه صلاح، ويمكن في بعض الاخبار يعني اتكلمت على انه صلاح من المرشحين انه يكون اللاعب الوحيد اللي ينضم لتشكيله المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو، وده شيء مخوف بشكل كبير جدا يورجن كلوب، لانه يشوف طبعا انه تغيب صلاح عن ليفربول لمده تقترب من شهر او شهرين او ممكن كمان تزيد لثلاث شهور هياثر بشكل كبير جدا على مسيره ليفربول، لانه بيعتبر صلاح احد اهم اللعيبه الرئيسيه في الفرقه، بالاضافه كمان انه شايل هم حتى ما بعد اولمبياد طوكيو انضمامه كمان للمنتخب المصري في بطوله امم افريقيا اللي هتقام في الكاميرون في شهر 2022 في سنه 2022، وده الى حد كبير جدا برضه هيكون ليه تاثير على مسيره ليفربول. حابب بس يا احمد اهني صلاح على الرقم التاريخي ومواصله كتابه التاريخ، 21 هدف مع ليفربول في الشامبيونز ليج، وكده يعادل رقم ستيفن جيرارد، وطبعا انجاز كبير. والحقيقه المباراه امبارح يعني ليفربول 5-0 قدام اتلانتا، 3 اهداف لجوتا، ده لوحده حكايه يعني، وهدف لمانيه وهدف لصلاح. يمكن جوتا امبارح كان متالق جدا وبيثبت، الولد ده كان عامل مواسم رائعه مع وولفرهامبتون، بس مع ليفربول بيتالق بشكل تاني خالص يعني، واكيد هيستفيد جدا من الشراكه الهجوميه مع صلاح مع فيرمينو مع ماني. وشفنا الحقيقه منافسه، يعني عايزه اقول لك ان الصحف بدات تتكلم انه هل هيبقى في غيره من صلاح بسبب طبعا جوتا وكده، بس هو نفسه رد وقال لا طبعا ده كله في صالح بالعكس الفريق، وهيكون في منافسه حلوه لصالح ليفربول. وانا اشوف انه جوتا وماني يساهموا بشكل كبير جدا في انه صلاح يعمل طفره في مستواه، يعني فكره انك انت تريحي على انك انت النجم الاوحد او النجم الاهم في الفرقه، ده الى حد ما انا عارف ان عقليه صلاح بصراحه مش كده، بس يعني ده الى حد ما مع لعيبه كتير قوي تخليها تريح، لكن فكره انه يبقى في معاك منافس قوي ده يخليك انك الولد تطلع دايما يا احمد احسن يعني ما عندك. معدل التهديف عنده كبير جدا، في 10 مباريات بس مع ليفربول 7 اهداف. حقيقة يعني استمتعنا سواء بمباراه ليفربول او مباراه طبعا ريال مدريد، لسه في كلام كتير قوي عن تشامبيونز ليج. وطبعا ما تنسوش كابتن محمد سمير هيكون معانا نجم المقاولين العرب، تقدروا توجهوا له كل الاسئله اللي حضراتكم عايزينها، وطبعا هنسالها له خلال الحلقه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستغرام. بعد الفاصل كلام كتير مع احمد سمير. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. يعني الحقيقه طبعا مصر ليها صولات وجولات في قاره افريقيا كتير جدا، وفي بطولات احنا يمكن اصحاب الارقام القياسيه في عدد البطولات اللي حققناها، بس انا هفكر حضراتكم ببطوله يعني اللي يفتكر معايا 96، بطوله الامم الافريقيه في جنوب افريقيا. كانت بالنسبه لنا جنوب افريقيا دوله ما نعرفش عنها حاجه يعني في الكوره، كانت هي طبعا غيبه لانه كان في عقوبات، وكانت اول بطوله تنظمها بعد ما عادت للمشهد الرياضي الكروي في افريقيا مره ثانيه. والحقيقه يمكن هي طبعا الفرقه اللي فازت بالبطوله واللي كانت البطوله بتتلعب على ارضها في التوقيت ده، يمكن منتخب مصر هو المنتخب الوحيد اللي قدر يفوز عليها لانها كانت معانا في نفس المجموعه، لكن هي قدرت تكمل الحقيقه وقدمت مجموعه من اللعيبه للقاره الافريقيه ما نقدرش ننساهم، من ابرزهم ومن اهمهم وبيتهيألي كان واحد من مفاتيح فوز جنوب افريقيا بالبطوله دي كان مارك فيش، نجم جنوب افريقيا اللي احترف بعد كده في لاتسيو في ايطاليا، واعتقد كمان من الفرق اللي لعبها فرقه بولتون في انجلترا، وهيكون ضيفنا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. كابتن مارك فيش برحب بيك على شاشه الاهلي. Good evening and thank you for having me on الاهلي تي في. الاهلي تي في. بداية خليني أسألك عن إزاي تلقيت خبر تعيين أو تولي مستر بيتسو موسيماني الإدارة الفنية للنادي الأهلي. قد سعدت كثيرا وكان الأمر بالنسبة لي مفاجأة حين رأيت بيتسو يترك فريق ساوث أفريكا وبعد كل ما حققه مع فريقه لعدد من السنوات، وكان كذلك بالنسبة لي أمر يستدعي الانتباه حين رأيته بعد ما حققه لفريقه أن ينتشر اسمه على مستوى القارة والانتقال إلى أكبر فريق في القارة. وكذلك كانت بينما هي مفاجأة كانت بالنسبة لي خبر أسعدني.
بالنسبة ليك تولي موسيماني إدارة واحد من أهم طبعا وأكبر الأندية في إفريقيا، إزاي ممكن يعود بشكل إيجابي على الكرة في جنوب إفريقيا؟ وهل من الممكن أنه نشأة تكرار للتجربة مرة تانية سواء على مستوى المديرين الفنيين أو اللاعبين؟ نعم، أعتقد أنه من المهم لكل الفرق الأفريقية وليس فقط الجنوب أفريقية أن نشعر جميعا بالانتماء، وأن يكون كذلك المنافسة بيننا يعني كما رأينا في السابق بين بيفانا بيفانا ومصر الذي انتقل، يعني انتقل بيتسو كابتن بيتسو من بيفانا بيفانا إلى النادي الأهلي، كذلك على الأرض الأفريقية. ونحن نرى أن انتقال اللاعبين أو المدربين بين القارة الأفريقية هو شيء مناسب، لأننا اعتدنا ما أن نرى مدربين أجانب يأتون إلى قارتنا، ولكن أن يكون بيننا هذا الترابط وهذا التنافس وهذا الدعم أيضا، وأن ينتقل موسيماني لتدريب أقوى فريق في القارة هو أمر أراه كخطوة تقدم، وأرى أنه لديه الكثير اللي يقدمه على الأرض المصرية وفي الكرة المصرية، وكذلك أنه يمكننا أيضا أن نرى من خلاله لاعبين أفارقة ينضموا أيضا إلى النادي الأهلي النادي الأقوى في أفريقيا. موسيماني كان صاحب تجربة ناجحة جدا مع فريق سان داونز سواء على مستوى الألقاب أو الأرقام أو على مستوى المدة اللي قضاها مع سان داونز، إيه الحاجات اللي تضمن أو تخليك تتوقع تكرار نفس مستوى النجاح مع النادي الأهلي من وجهة نظرك طبعا؟ أعتقد أنه كما قلت موسيماني كان ناجحا مع ماملوني سان داونز، وهي كانت خطوة كبيرة أن يأتي إلى مصر. كان يلعب مع فريقه يعني كان بينهم علاقة طويلة، والآن وهو مدرب متفوق يمكنه أن يتخطى حاجز الثقافة وأن ينطلق إلى العالمية وإلى فرق كبرى مثل الأهلي. وأنا أرى أن الخطوة التالية الطبيعية بعد سان داونز هو أن ينتقل إلى الأهلي، فخبرته وقدرته والتزامه للعبة الكرة هي ما أدى إلى نجاحه سابقا وسوف يؤدي إلى نجاحه إن شاء الله مع فريقنا الأهلي. على مستوى اللاعبين نجحت القارة الأفريقية في يعني تصدير عدد كبير جدا من نجوم الكرة، ويمكن بعضهم حاز على لقب الأفضل في أوروبا. هل تتوقع أو إيه اللي تحتاجه القارة عشان تقدر تعمل ده كمان على مستوى المديرين الفنيين؟ أعتقد أن التنافس على مستوى القارة بين مدربين والمدربين الذين يأتون من الخارج وليس كلهم على ذات المستوى، فبالتالي المهم هنا أن ننظر بعين دقيقة يعني أن نتحرى الدقة في كيفية اختيار المدربين، وأن نعلم أن بيتسو كان لديه العديد من النجاحات، وبالتالي كان أيضا لديه الفرصة الانتقال إلى أوروبا، ولكن على مستوى القارة كان علينا أن نفهم أننا علينا أن نعضد بعضنا ونوادينا وأن نعضد خبراتنا حتى يمكننا الانتقال أيضا إلى الخارج، وإن كان الانتقال إلى الخارج خطوة كبرى. وهنا في أفريقيا لدينا مدربين لديهم هذه القدرات، ولكن علينا أن ننميهم وأن نعصر خبراتهم وأن نحصل منهم على النتائج حتى يمكننا أن ننمي لعبتنا أفريقيا، وبالتالي ليس فقط على مستوى النوادي ولكن على مستوى الأفراد والمدربين واللاعبين. هل تابعت أداء النادي الأهلي على مستوى طبعا قبل نهائي بطولة أفريقيا تحت قيادة موسيماني، وإيه رأيك في طبعا مواجهته مع الوداد ذهابا وإيابا، وإيه رأيك في المستوى اللي قدمه الأهلي تحت قيادة موسيماني؟
مرة أخرى دعني أقول أن بيتسو قادر على أن يضيف شيئا مختلف للفريق وأن يجرب اللاعبين وإن كانوا لاعبين ممتازين. ومن هنا أنا متأكد أن مجددا لديه اللاعبين، لديه النوعية، ولديكم الآن مدرب قوي، وإن كان مع إيجاد التفاهم المناسب سوف نخلق ثقافة يمكنها أن تؤدي بنا إلى المزيد من النتائج. ويمكننا من هنا أن نرى من خلال هذه النتائج كيف يتفهم بيتسو طريقة اللعب، هو بيبص للكرة إزاي، وسرعة بديهته وسرعة تفهمه للنجوم الذين يلعبون للأهلي، وكذلك من خلال قبولهم له كمدرب. مارك فيش، خليني أسألك عن لاعيبة جنوب أفريقيا. وجنوب أفريقيا قدمت يعني أكثر من جيل حقيقة كان متميز وقدر يحقق نجاحات كبيرة، ومنهم الجيل اللي أنت بتنتمي ليه طبعا، لكن في السنوات الأخيرة لاحظنا غياب اللاعب الجنوب أفريقي عن الاحتراف داخل القارة الأفريقية أو داخل الدوريات الأوروبية المختلفة. من وجهة نظرك إيه هو أهم الأسباب، أو إيه هي أهم الأسباب؟ ما أعتقده هو أن الاختبار الأساسي الذي أمامنا هو الدي اس تي، حيث اللاعبون يتم يعني بياخذوا مبالغ كبيره، وان وبناء عليه يتركون فرقهم الام، وهذا كان الاختبار. الكره الان في ساوث افريكا تدفع أموالا كثيرة للاعبين، ولكن لدينا 25 لاعب في سن صغيرة نقوم بتدريبهم الآن ونقوم بإعدادهم الآن، وهذه هي النقطة التي علينا أن نصل بهم إليها، أن يصبحوا على مستوى قادر على العبور إلى العالمية، سواء على مستوى اللاعبين الداخل يعني في داخل المباريات في ساوث أفريكا أو على مستوى الدولي. هناك 4 أو 5 مدربين أيضا يعملون بالتناوب ويكسبون مساحة على مجال اهتمام اللاعبين والمشاهدين. وأعتقد أنه على مستوى القارة نحن نود أن نرى مدربين أفارقة يدربون فرق أفريقية، يبنون التفاهم ويبنون الخبرة بينهم وبين البعض حتى نصل بهم إلى المستوى الذي يجاوب سؤال سيادتك. هل تابعت مشوار الأهلي في البطولة الأفريقية؟ ومن وجهة نظرك مين الفريق اللي ليه الفرص أو الحظوظ الأفضل يعني في حسم لقب البطولة السنة دي؟ أعتقد أن بنجاح أي من الفرق نحن كلنا لنا الوجهة نفسها، نود الوصول إلى النجاح التفوق. كل مدرب له ذهنه وله عقليته، ولكن الكرة القدم هي ثقافة في حد ذاتها، وبالتالي بما رأيناها في السيمي فاينل أنا أرى أن بيتسو قدم شيئا، ومن هنا أقول أن المسابقة الثانية التي يرغب في الفوز بها الآن هي لفريقكم، وبالتالي كل محبي الكرة أقول لهم لديكم الآن فرصة ونتائج يمكنكم أن تحكموا عليها في هذه الفترة التي نعيشها. مارك فيش، نجم جنوب أفريقيا، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشة الأهلي، وكل التوفيق طبعا لبيتسو موسيماني في مهمته مع فريق نادي الأهلي، وإن شاء الله يكون لقب البطولة من حظنا ومن نصيبنا. خلينا نروح مع حضراتكم، وأنا كنت بكلم حضراتكم أنه في أجيال كتيرة جدا ممكن تبقى حافظة ألقاب الأهلي أو بطولات الأهلي اللي حققها على مستوى مشاركاته في بطولات أفريقيا المختلفة. مشوار طويل جدا حقيقة، ونجوم كتير جدا رفعوا كؤوس وبطولات مختلفة في القارة الأفريقية، لكن الحقيقة لما تيجي تبص للمشوار، المشوار غير قاصر فقط على
فكره تحقيق البطوله، فكره التتويج هي الاهم، ومفيش فريق زي النادي الاهلي او فريق بيلعب على بطوله زي ما تعود النادي الاهلي مش ممكن ما يبقاش فرحان لما يتوج بالبطوله او ما يكونش هدفه اساسا هو بيشارك في البطوله هو تحقيق لقبها في النهايه. لكن مع ده خليني اقول لحضراتكم انه مشوار الاهلي في بطولات الافريقيه المختلفه شيء الحقيقه يدعو للفخر. عدد كبير جدا من الارقام القياسيه اللي حققها النادي الاهلي، على سبيل المثال مثلا انه النادي الاهلي بيعتبر اكثر نادي على مستوى القاره مش بس حقق القاب لكن اكثر مره اكثر نادي وصل للفاينل، 13 فاينل وصل ليهم النادي الاهلي، اكثر نادي على مستوى القاره على سبيل المثال برضو للحصر قدر يوصل للفاينل مرات متتاليه، 4 مرات متتاليه، وده رقم لم يحققه اي نادي في القاره الافريقيه. في الفيديو جراف اللي جاي هتشوفوا مجموعه من الارقام اللي بتهيالي انها في منتهى الاهميه، حتى يمكن في مشوار او في مشاوير كتيره جدا ما قدرناش نوصل للمحطه الاخيره، لكن حطينا انجاز وحطينا بصمه، مشوار الاهلي في افريقيا في الفيديو جراف اللي جاي، وبعديه فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه. طبعا النجم محمد سمير نجم المقاولين الحالي والاهلي السابق، يعني طبعا ذكريات كتير قوي جمهور النادي الاهلي بيحبه جدا، 10 بطولات مع النادي الاهلي، مدافع متميز من اكتر المدافعين المتميزين واللي كورته حلوه وهادي جدا في الملعب، طبعا في الدوري المصري، طبعا يعني ذكريات كتير قوي ليه مع النادي الاهلي، والحقيقه موسم رائع كمان مع المقاولين العرب، مشرفني منورني في الاستوديو، كلام كتير وطبعا اسئله كتير كمان من حضراتكم اللي شاركتونا بيها على صفحات التواصل الاجتماعي. منورني يا كابتن محمد. ربنا يخليك يا سارة، مبسوط ان انا معاك النهارده. احنا مبسوطين اكتر طبعا، وخلينا نبداها كده من البدايه ونشوف من بدايه الناشئين، فتره وجودك في ناشئين النادي الاهلي وابرز اللحظات وقتها، احكي لنا عن التجربه دي وقتها. لا يمكن اكيد انا بدات زي اي حد، كنت انا اصلا من بني سويف، وبدات من وانا صغير كنت في ناشئين بني سويف، وبعد كده زي اي حد خدت تجربه ان انا اروح اختبارات النادي الاهلي، والحمد لله ربنا كرمني وقدرت ابقى موجود في ناشئين النادي الاهلي. طبعا سنين كتير بقى في فتره الناشئين مريت بالحمد لله بمواقف كتير كويسه لغايه ما ربنا برضو كرمني وقدرت اتصعد مع الفريق الاول في وقت كان الفريق الاول. كان صعب قوي وقتها يا كابتن محمد انه حد يطلع الفريق الاول، يعني يمكن قبلك كان كابتن عاشور، وبعدها مثلا سنه او سنتين كان كابتن احمد عادل عبد المنعم. لا احمد كان طلع معايا. معاك. يعني طلعنا مع بعض، لان احمد اصلا من قدي، احمد احنا كنا في نفس الفرقه واحنا في الناشئين، عاشور اكبر مننا. ده كان بعد عاشور بسنه او سنتين. طلعنا تقريبا بعد عاشور بسنه او سنتين. الموضوع زي ما انت بتقولي كان صعب جدا الفتره دي، كان انت عارفه الفريق الاول كان مليان لعيبه كبيره ولعيبه نجوم، ومستر مانويل كان كل تفكيره في انه عايز يجيب لعيبه جاهزه تقدر تلعب على طول. يعني برضو خلي بالك هو احنا يعني حالتنا التوفيق بشكل كبير جدا ان احنا موجودين في الفريق الاول، الموضوع كان فيه توفيق كبير. يعني عاشور مستر مانويل كان بيتفرج على فريق ال 20 سنه، كانوا هم قايلين له في النادي ان هو يتفرج على 4 5 لعيبه معينه، مش من ضمنهم عاشور. الوحيد اللي اختاره في بعد الماتش قال لهم انا عايز رقم، كان عاشور بيلبس 4، قال لهم انا عايز رقم 4، ما كانش الوحيد، ما كانش عاشور من ضمن الناس اللي هي مرشحه اصلا. فده بالنسبه لعاشور. انا واحمد كنا تقريبا، احمد كان بيطلع برده في اغلب الاوقات قبل ما احنا نطلع كمان، لان احمد كان عشان جول كبر، فكان اوقات مثلا يبقى في منتخب فبيطلعوا الاجوال الصغيره تتمرن مع الفريق الاول عشان لو في ماتشات وديه او تمارين يبقوا موجودين، فاحمد كان على طول بيطلع. جت برده الفرصه بالنسبه لي ان الفريق الاول كان حسم الدوري، وكان فاضل 3 ماتشات على الموسم ما ينتهي،
فمستر مانويل خد اجازه وادى اللعيبه الاساسيه اجازه، والكابتن حسام البدري اشتغل باللعيبه اللي هي بقى لها فتره غايبه عن الماتشات وطلع مجموعه ناشئين، كنا تقريبا في حدود 10 ناشئين، والكابتن حسام قال هحاول ادي فرص للناشئين لو في حد كويس يعني. فالحمد لله انا الوحيد اللي لعبت من العشرة اللي كنا موجودين مع الفريق الاول. كان عندنا كان من 3 ماتشات كان نادي الزمالك اول ماتش ما حدش فينا شارك، الماتش اللي بعده كان الاسماعيلي في الاسماعيليه، كابتن حسام قال لي قبل الماتش انت هتلعب، والحمد لله من ساعتها عملت ماتش كبير، ورجعت على طول من الاسماعيليه على النادي عملنا عقد، ومن ساعتها انا موجود مع الفريق الاول. مستر مانويل برده لما اتفرج على الماتش الحمد لله اتكلم عليا بشكل كويس، ولما رجع طبعا بدات معاهم فتره اعداد فكملت مع الفريق الاول. لعبت كتير وقت مستر مانويل جوزيه، كنت بتشارك كتير؟ يعني بصي يعني اول سنه تقريبا ممكن مشاركتي كانت قليله، مستر مانويل اتكلم معايا قال لي انت لسه صغير ومحتاج تاخد خبرات ومحتاج تتعلم حاجات كتير، فكانت مشاركتي مش بشكل كتير. تاني سنه يعني الحمد لله شاركت بعدد ماتشات كبير جدا، وبدات احط نفسي يعني مع اللعيبه بشكل كويس وبدات اخد خطوات كويسه. مستر مانويل مشي، بعد كده جه الكابتن حسام، فبدات الامور برده تختلف شويه. ازاي؟ يعني في المشاركات بدات تقل، المشاركات بدات تقل بعد كده. طب لما رجع بقى مستر مانويل؟ رجع بقى مستر مانويل، للاسف مستر مانويل رجع في توقيت صعب جدا، لان احنا كنا نادي الزمالك كان فارق عننا بنقط كتيره، كان قريب ان هو ياخد الدوري، ومستر مانويل رجع في توقيت الفرقه ما كانتش في حاله اتزان، وكنا زي ما بقول لك بعيد عن نادي الزمالك في الدوري، فهو حب برده ان هو يلعب اكيد اللعيبه اللي جاهزه. حتى هو جه يتكلم معايا. رجع بالظبط، كنت لسه اسالك. لا لما هو جه يتكلم معايا طبعا هو استغرب جدا ان انا بقالي فتره يعني، وبيقول لي انا سايبك واخد ماتشات كتير السنه اللي انا مشيت فيها وخلاص، انا قلت انا هرجع عليك من ضمن الناس الاساسيه اللي موجوده في الفرقه، وبالذات من السنه اللي هو مشي فيها مستر مانويل في لعيبه كتير في خط الدفاع بدات تعتزل، يعني كابتن شادي محمد مشي من النادي، كابتن عماد النحاس اتعور واعتزل، ما كانش في غير انا وكابتن وائل جمعه وكابتن احمد سيد كان موجود برضو. يعني كان انا بتكلم ان احنا ايه بدا العدد يقل، فبدات الفرص تبقى احسن يعني. فهو استغرب، فقلت له وجهه نظر الكابتن حسام ان انا ما يعني هو بيعتمد على ناس معينه ودي وجهه نظره. وبعدين كان ايام مستر مانويل كنا بنلعب بثلاثه ورا مع الكابتن حسام، بقينا بنلعب باثنين، فالعدد اصلا اوريدي اقل واحد، فبقت الفرص بالنسبه لي قليله، بدات اخد ماتشات على الفترات. فهو لما رجع طبعا هو كان مضطر ان هو زي ما بقول لك يلعب الناس اللي جاهزه عشان يقدر يجيب فرق النقط ما بينه وما بين نادي الزمالك، والسنه دي فعلا قدرنا نجيب نادي الزمالك وقدرنا في الاخر ان احنا ناخد الدوري. بعد كده خلصنا بقى، انا حسيت ان انا بقى لي برده ايه يعني الامور بالنسبه لي ايه مش كويسه، وانا مش حابب اقعد. وبعدين شايف زمايل اللي هي كتير بيطلعوا اعارات وبيشاركوا وبيكتسبوا خبرات. انت كان اهم حاجه عندك وقتها انك تشارك انك تلعب. كان نفسي قوي يعني، انا بحب اللعب وبحب على طول دايما رجلي تبقى في الملعب. انا مقتنع ان طول ما انت رجلك في الملعب وبتلعبي اي حاجه بعد كده هتيجي، سواء بقى فلوس، سواء ان انت اسمك هيعلى، سواء منتخب، سواء يعني في حاجات كتير هتفرق. لا وكمان من ناحيه تانية يا كابتن بقى خلاص السن مجرد رقم يعني. ما شاء الله يعني بتشوف دلوقتي لعيبه متالقه جدا في الملعب، عندنا طبعا كابتن وليد سليمان، عندنا كابتن احمد فتحي، وانت طبعا يا كابتن ده يعني حقيقي ربنا يخليك. فده حقيقي. لا السن دلوقتي فعلا هو رقم، طول ما انت قادره وبتجتهدي وبتعملي اللي عليكي والناس مش حاسه ان انت يعني في مشاكل بدنيه في الملعب، لا تقدر تكمل لغايه ما انت تقدر تحدد الوقت المناسب بالنسبه لك ان انت تعتزل. وعندنا زي ما انت قلتي امثله كتير لعيبه، يعني احنا دلوقتي لو جينا اتكلمنا على احسن لعيبه في مصر هنلاقي اللعيبه الكبيره لعيبه مؤثره في انديتها وعامله مواسم كبيره وخبراتهم طبعا بتفرق معاهم. ف يعني زي ما انت بتقولي الموضوع مساله سن، في لعيبه صغيره عندها مشاكل بدنيه وما بتقدرش تكمل السيزون كامل ان هم يقدروا يلعبوا ماتشات ورا بعض. فهو الموضوع كل واحد ومقدرته يعني. طيب ما فيش لاعب تحت قياده مستر مانويل جوزيه لما كان بيتكلم على عظمته في التعامل مع اللعيب على المستوى الفني وعلى المستوى النفسي، ليك كده كواليس معاه تفتكر حاجات معينه اتعلمتها منه او مواقف معينه ليك مع مستر مانويل؟ لا كتير، حاجات كتير الحقيقه يعني. مستر مانويل مدرب كبير ومدرب عمل حاجات في الكوره وغير حاجات في الكوره جوه مصر كتير، وغير كتير في شخصيته وعقليه اللعيب المصري لا يعني علمنا حاجات كتير جدا يعني. انا مش هنسى طبعا انا كنت لسه صغير وطالع، فانت عارفه اللعيب الصغير دايما بيبقى محتاج العامل النفسي ده مهم طبعا. جدا مستر مانويل شاطر في الموضوع النفسي ده بشكل كبير، بيقدر يتعامل مع اللعيبه نفسيا بشكل كويس جدا، ويقدر يتعامل مع كل واحد على حسب شخصيته عشان يقدر يطلع من كل واحد اقصى حاجه عنده. دي كان حاجه مميز فيها جدا، كنت مهما بلعب وممكن يجي عليا ماتشات مش موفق او عندي اخطاء عمره ما انتقدني،
وده كان حاجه مميزه بالنسبه لي جدا، لان انت زي ما بقول لك عارفه اللعيب الصغير لو انتقدتيه على طول او حطيتيه تحت ضغط ممكن ما تقدريش تاخدي منه حاجه، لان هو اوريدي ما عندوش خبرات. دي قدر يساعدني فيها بشكل كبير جدا، كان على طول كلامه معايا ايجابي، على طول بيتكلم معايا ان انا يعني اقدر اتعلم واقدر ابقى موجود في النادي لفترات كبيره واقدر ابقى من احسن المدافعين في النادي، يعني على طول كلامه معايا ايجابي الحقيقه. اتعلمت طبعا منه حاجات كتير، زي ما بقول لك هو مدرب عبقري، مدرب يطور الكوره بشكل كبير في مصر. يعني انا حتى بستغرب جدا من اوقات كثيره الناس بينتقدوه او بيقولوا ان هو كان معاه جيل مش هيتعوض، دي حقيقه كان لعيبه كويسه كتير، بس هو قدر يتحكم في اوضه اللبس وقدر يتحكم على اللعيبه دي، لان برضو سلاح ذو حدين لما يبقى عندك لعيبه كبيره كتير يا انت تقدري تتحكمي فيهم ككوتش، ان انت تقدري تتعاملي مع الناس كلها بشكل كويس وتقدري تدخلي جوه الناس دي ان ما عندهمش مشاكل سواء العب او ما العبش، وفي نفس الوقت ممكن يعمل لك مشاكل لو ما قدرتش تتحكمي فيهم يعملوا لك مشاكل، اللي ما بيلعبش يقدر يعمل لك مشاكل تبدا الفرقه تبوظ. فهو كان شاطر جدا في الموضوع ده. متفاهمه جدا انه قد ايه وقتها انت كنت عايز تلعب اكتر وتشارك اكتر، وده طموح طبيعي يعني ومشروع، بس حاسس انك استعجلت شويه في انك تمشي من النادي الاهلي؟ يعني ممكن طبعا مع الوقت ومع مرور السنين ممكن لما بقعد مع نفسي اكيد بقول ان انا استعجلت وكانت الخطوه دي ممكن ما اخدهاش بدري، لان انا اوريدي كنت صغير، واوريدي لما رحت اتكلمت مع الناس ان انا عايز اطلع اعاره الناس اصلا استغربت جدا يعني. وكان بالنسبه لهم قرار مفاجئ ان انت يعني انت بناء على ايه بتقول ان انت عايز تطلع اعاره، انت لسه صغير حتى لو دلوقتي ما بتشاركش سنه سنتين ثلاثه، انت لسه اصلا يعني محتاج تاخد خبرات ومحتاج تتعلم، وده كان كلامهم معايا. فانا ما كانش عندي ادنى شك ان انا ممكن ما ارجعش النادي تاني يعني. خلي بالك انا كان كل تفكيري ان انا اطلع سنه اشارك بشكل يعني بشكل كبير، واقدر العب الماتشات كلها في الدوري، اقدر اكتسب خبرات بحيث ان انا ارجع النادي تاني تبقى الامور بالنسبه لي ايه مختلفه تماما. اكيد لو كان رجع بقى الزمن كنت التفكير كان هيتغير شويه، لان انا ماشي من النادي كنت نتكلم في 23 سنه 24 سنه لسه صغير طبعا يعني. كنت ممكن طبعا اكيد ما فكرش ان انا امشي في التوقيت ده، بس هو قرار وخدته. وبعد كده عشان كنت ارجع النادي تاني حصل بقى مشاكل كتير، وحصلت لما جزرت بورسعيد، وبعد كده ثوره، وبعد كده مشاكل كتير اصلا الكره اتلخبطت في مصر. ومع ذلك يا كابتن يعني 23 سنه و10 بطولات مع النادي الاهلي، هنتكلم عنها طبعا بالتفصيل وعن البطوله الاغلى والاقرب لقلبك واكيد افريقيا طبعا منهم، بس نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن محمد سمير. برحب بحضراتكم مره ثانيه، ولسه منورني كابتن محمد سمير، وكنت بتكلم معاك في مسيرتك يا كابتن، وكنا بنقول يعني مسيره مليانه الناس تمشي من الاهلي ممكن ما نسمعش عنها قوي او يجي لها احباط، ولكن انت بعد الاهلي برضو لا في يعني مستمر في التالق الحقيقه، سواء بنتكلم على سموحه والاتحاد والمقاولين، ولكن بما انك لعبت للاربع انديه دول ايه الفرق يعني بالنسبه لك انت، كان ايه الفرق بين الاهلي واي نادي تاني لعبت له؟ لا هو طبعا كان خروجي اصلا من النادي نفسه في ده في حد ذاته كان الموضوع بالنسبه لي صعب جدا، وكان ما كنتش عارف لسه بقى انا هقدر ازاي اتعامل ان انا اروح نادي تاني او ادخل اوضه لبس تانيه او انا زي ما بقول لك من الناشئين، فكان الموضوع بالنسبه لي مختلف. والله كل نادي كان ليه كان عنده كانت فتره كويسه، يعني قابلت فترات كتير كويسه وفترات مش كويسه، وكل نادي ليه اهدافه وليه طموحه. طبعا النادي الاهلي اكيد مختلف عن اي حد يعني، النادي الاهلي في مكان تاني خالص، انت طول ما انت موجوده في النادي الاهلي ما بتعمليش حاجه غير ان انت بتلعبي كوره، كل الحاجات التانيه انت مش يعني ما عندكيش مشاكل في اي حاجه. اهدافك وطموحك كلها ان انت تكسبي عشان تفرحي جماهير كبيره وشعب كامل بيحب ان انت على طول تكسبي، ده في حد ذاته حاجه كويسه جدا ان انت على طول اي بطوله بتدخليها عايزه تكسبيها، وهدفك على طول ان انت المركز الاول بالنسبه لك، فده في حد ذاته طموح وحاجات كويسه، دوافع كتيره يعني طول ما انت شغاله بتخلقيها بتبقى موجوده اوريدي في الفرقه، الحاجات دي كلها احساس جميل ان انت بتلعبي حاجه بتحبيها، في نفس الوقت بتلعبي على طول ان انت عايز تكسبي وعايز تاخدي بطولات وعايز تفرحي الناس اللي بتتفرج. اكيد طبعا ده في حد ذاته حاجه كويسه، وانا كمان بحب الحاجات دي، وبحب بحب على طول ان يبقى في يعني زي حوافز ان انت تبقي مش مجرد ان انا بلعب حاجه وخلاص، لا يعني احنا بنلعب عشان برضو حاجات كتيره ثانيه، ان انت تكسب، ان انت على طول تاخد بطولات، يبقى عندك سي في كويس، تقدر تفرح ناس كتيره بتحبك، فده المختلف اكيد عن النادي الاهلي عن الانديه الثانيه. مع احترامي طبعا الانديه الثانيه كلها اكيد انديه كويسه، بس الاهداف بتبقى مختلفه يعني. النادي الاهلي زي ما بقول لك اهدافه على طول ان هو عايز يكسب، عايز الماتشات كلها بالنسبه له مكسب، اي بطوله عايز يدخلها عايز يقدر
يحقق البطوله عشان يفرح الناس كلها. الانديه الثانيه كل واحد بيشتغل على حسب امكانياته والحاجات المتوفره يعني. اكيد 10 بطولات مع الاهلي ومنهم افريقيا، وبما اننا داخلين على الهدف الاهم بقى نهائي افريقيا يوم 27 نوفمبر باذن الله، كنتوا ازاي بقى بتستعدوا لبطوله كبيره زي افريقيا؟ ازاي بيبقى الاستعداد مختلف؟ لا الاستعداد طبعا في افريقيا اكيد مختلف عن اي بطوله، لان طبعا اللعيبه والنادي وكل الناس بتشتغل اصلا كل الشغل الاكبر وكل التركيز الاعلى في افريقيا. هم عارفين ان بطوله افريقيا هي البطوله المحببه عند الجماهير، الدوري والكاس مهما كان بطولات اكيد مهمه، بس خلاص الجماهير دلوقتي وصلت لمرحله ان هي بالنسبه لها بطوله افريقيا هي الهدف الاهم، والدوري ده عادي، والدوري ده كده كده اوريدي محسوم يعني، هو ده تفكير الناس، ده الحقيقي يعني. طب شايف ازاي الفريق دلوقتي تحت قياده موسيماني؟ شايف ازاي مباراه النهائي يعني النهارده الساعه 9 ان شاء الله، مباراه الزمالك والرجاء، وطبعا هيتحدد الطرف الثاني، انت الاول بتتوقع كده مين يكسب المباراه دي؟ والله بصي هي ماتشات السيمي فاينال افريقيا دايما صعب التوقع، بس انت راقبت يعني شفت الفريقين فنيا؟ لا يعني هو بصي ممكن نقدر نقول ان الكفه متساويه، بس يعني اكيد كفه نادي الزمالك الارض شويه لان هو محقق نتيجه ايجابيه بره ملعبه، وعنده الماتش النهارده في ملعبه، فاعتقد ان الزمالك هو الاقرب يعني ان هو يقدر يعدي عقبه الرجاء النهارده، فالزمالك بنسبه كبيره هو هيبقى المنافس للنادي الاهلي. قبل بقى ما نروح لمباراه النهائي، شايف ازاي دلوقتي الفريق تحت قياده موسيماني بعد طبعا الفتره بتاعت فايلر، شايف الاختلاف ازاي؟ شايف جه طور الفريق ازاي؟ لا بصي هو انا يعني كنت من اشد الناس المعجبه جدا بموسيماني، وكنت مبسوط جدا ان النادي الاهلي خد القرار ده، مع ان في ناس كثيره معترضه ان هو معترضين على جنسيته، ما اعرفش برده ايه ان حد يعني من افريقيا يجي، ما اعرفش التفكير يعني. انا بالنسبه لي موسيماني اختيار موفق جدا واختيار هايل من مجلس الاداره. موسيماني انا شايفه تابعته كتير مع سان داونز، بيلعب كره كويسه جدا وبيقدر يعمل نتائج ايجابيه كتير، وعنده خبرات كبيره في افريقيا، عنده العامل النفسي مهم جدا، ودي حاجه في اللعيب المصري مهمه جدا ان انت لو اتعاملتي مع اللعيبه المصريه نفسيا بشكل كويس تقدري تطلعي منهم اقصى حاجه واحسن حاجه. مستر فايلر اكيد ما نقدرش نبخس حقه، مدير فني كبير وحط النادي الاهلي على المسار الصحيح ورجع شخصيه النادي الاهلي تاني، مش مننساش ان هو كان جاي في فتره النادي الاهلي كان عنده عدم توازن، قدر يرجع النادي الاهلي تاني لوضعه الطبيعي باداء ونتائج، وكان عامل حاله كويسه جدا. بس مستر فايلر كان انا كنت بتكلم كتير مع لعيبه النادي الاهلي، كان عندهم تحفظ شويه من تعامله، لان هو يعني ما بياخدش ويدي زي ما احنا بنتكلم كده، عنده هو الموضوع بالنسبه له شغل، بس الحته النفسيه دي يعني الحته النفسيه دي هو مش مميز قوي فيها، عنده الموضوع بالنسبه له شغل واحتراف. اللاعب المصري زي ما بقول لك بيحب جدا ان هو شغل واحتراف وكل حاجه، بس برضه يبقى في علاقه كويسه مع المدرب، بيقدر يعمل توازن ان انا بقدر اخلق حاله كويسه وسط الفريق، وفي نفس الوقت انا كوتش وانت لعيب، انت عارف ان في حدود وفي خطوط حمراء يعني، ده اللي عامله موسيماني الاختلاف اللي انا شايفه ما بينهم يعني. دي حقيقه. بتكلم على مستر موسيماني ان هو اكيد طور الفريق كله، يعني الفريق كله نجم النادي الاهلي، مش هنقول على نجم واحد، ولكن برضو اكيد في مفاتيح قوه من وجهه نظرك ليه في مباراه النهائي، اكيد في لعيبه بعينها انت شايف ان دي الكي بلايرز او مفاتيح اللعب لمباراه النهائي سواء هنقابل الزمالك او الرجاء. لا اكيد طبعا في زي ما انت بتقولي الفريق كله عنده يعني ما فيش نجم معين نقدر نتكلم فيه، هو دايما النادي الاهلي اصلا كل على مر العصور يعني بيقدروا يعملوا ان التيم وورك نفسه هو اللي بيقدر ينجح الفريق، ودي دي اعتقد حاجه كويسه جدا. النادي طبعا عنده لعيبه كتير كويسه ولاعيبه تقدر تصنع الفرق في المباراه النهائيه، بنتكلم في حسين الشحات اكيد يقدر يصنع لك الفارق، وليد حتى لو تغييره يقدر ينزل يعمل لك فارق، طبعا السليه ما نقدرش نبخس حقه في نص الملعب، ما شاء الله عامل موسم هايل، عامل توازن كبير ما بين الدفاع والهجوم في نص الملعب مع ديانج طبعا اكيد. عندنا مفاتيح لعب كتيره بالذات في الخط اللي قدام زي ما بقول لك، في حسين كهربا طبعا لو اشتغل اكيد برده يقدر يعمل لك حاجه كويسه مع اجاي، عندنا طبعا الشناوي اكيد يعني الشناوي لا الشناوي ما شاء الله طبعا دلوقتي يعني دلوقتي هو يعني عنده ثقه كبيره، جماهير النادي الاهلي عندها ثقه كبيره فيه، يعني قدر الحقيقه يعني يسد الفراغ ده، الناس كلها كان عندها يعني في شويه قلق مع مر الوقت بقى بعد الحضري ما مشي، بس اعتقد الشناوي قدر دلوقتي خلاص الحمد لله يعني الموضوع المركز حراسه المرمى ده النادي الاهلي ما عندوش اي مشاكل فيه،
حتى الجماهير بقى عندها ثقه كبيره في الشناوي، بقوا عارفين ان هو جول كبير يقدر يخدم النادي لسه كمان ان شاء الله كذا سنه. فطبعا الشناوي اكيد ليه دور مؤثر طبعا مع الفريق اكيد. طيب لو اتكلمنا عن النهائي مصري خالص الاهلي والزمالك، معلول طبعا انا نسيت برضو معلول. معلول طبعا يقدر يعملك الفرق، واكيد هيبقى ورقه مهمه جدا في النهائي يعني. من اكتر اللعيبه المؤثره طبعا. لا طبعا معلول مع اجاي كمان قدامه فاهمين بعض كويس جدا ويقدروا يعملوا جبهه اكيد تشكل. مين اكتر مدافع يا كابتن بتحبه من وانت صغير بتشوفه مثلك الاعلى في سواء في الدوري المصري او في بره يعني؟ عموما يعني لا انا بحب راموس طبعا بره. راموس اكيد انا شايفه من المدافعين المتكاملين يعني، عنده كل حاجه، بيعرف يلعب كوره، بيعرف يدافع كويس، بيعرف لسه بتحبه بعد اللي حصل مع صلاح في الشامبيونز ليج؟ لا طبعا اللي حصل مع صلاح اكيد اكيد ضايقني، بس هي دي في الاخر كوره يعني. أكيد. انا شايف ان راموس طبعا من احسن المدافعين في العالم، وجوه مصر طبعا كان في ناس كتير كنت بحبها. فان دايك، فان دايك طبعا مدافع كبير اكيد، وقدر الفتره اللي لعب فيها مع ليفربول قدر برضه يسد هيأثر على ليفربول طبعا، هيأثر بشكل كبير، هيأثر بشكل كبير وهيفرق معاهم جدا في النتائج. وفان دايك كمان وجوده مهم لان هو بيقدر في خط الدفاع ده كله، لما يبقى عندك حد تقيل في خط الدفاع يقدر يعمل توازن بشكل كبير. ممكن وهو بيلعب ما تحسيش بالموضوع ده قوي، لما يغيب تبداي تحس بان هو قد ايه كان مؤثر. وده اعتقد مع مرور الوقت ليفربول هيعاني طبعا في الدوري او مع البطولات اللي هو بيشارك فيها في المنطقه دي، لازم اكيد يسدوا الثغره دي، لان هم اوريدي كمان عندهم مشكله في الحته دي غير فان دايك. عندهم اي حد بيلعب جنبه مفيش حد يقدر ليفربول يعتمد عليه بشكل كبير يعني. وفي مصر كنت هتقولي في مصر لا في مصر في مدافعين كتير بحبها طبعا، كنت بحب طبعا كابتن وائل جمعه، كابتن وائل نحاس كنت بحب طبعا لعبه جدا، ابراهيم سعيد اكيد من المدافعين اللي كان برضه متكامل بشكل كبير يعني. لا في مدافعين كتير جم في مصر كويسين. كان في وجهه نظر بتقول ان المدافع ممكن ما بيتنجمش قوي في السوشيال ميديا او كده زي المهاجم، بما انه يعني بطبيعه الحال المهاجم هو اللي بيجيب اهداف فممكن اسمه بيتقال اكتر. انت شايف ان ده صحيح؟ ده حقيقه طبعا، ده واقع، وبعدين الواقع ده موجود في العالم كله. دلوقتي لما بنيجي نتكلم على لعيبه بره بنتكلم على طول على ميسي، على كريستيانو، على صلاح، على اللعيبه كلها اللي في الخط اللي قدام يعني. قليل لما تلاقي حد بيتكلم بشكل كويس على مدافع، بس حديثا ده ما بقاش قوي حاصل يعني. زي احنا بنتكلم دلوقتي هو بقينا لا خلاص ده في فان دايك، ده في راموس، ده في ممكن يكون الموضوع قل طبعا عن زمان، بس ده انا شايفه طبيعي جدا وواقعي. دايما المهاجم والناس اللي بتقدر تجيب جوال هي دايما اللي بتاخد الشغل اكبر يعني، فده طبيعي يعني. طيب خليني برضو انا عايزه اروح معاك. انا كنت الاول بقولك على الاهلي والزمالك في النهائي، فنيا هتبقى شايف المباراه دي ازاي؟ لا مباراه صعبه وقويه جدا الحقيقه. اعتقد ان الماتش ده ما حصلش تقريبا قبل كده في تاريخ افريقيا ان الاهلي والزمالك يلعبوا نهائي. دي حقيقه اول مره. الظروف هتبقى صعبه جدا، الماتش هيبقى قوي جدا. النادي الاهلي دلوقتي انا شايفه طبعا عامل يعني تيم قوي وفي احسن حالاته، وكذلك نادي الزمالك عامل برضو تيم كويس جدا، وهيبقى ماتش صعب جدا على الطرفين. التأجيل في اللي احنا يا كابتن ولا لا؟ والله بصي ما يعني مش ما اقدرش اقول اذا كان في صالحنا او احنا كنا الكيرف بتاعنا كان عالي جدا، كنا واصلين لمرحله ان احنا يعني حاسين ان احنا ممكن اي حد دلوقتي لو لعبناه نكسبه. بس في نفس الوقت برده ما تعرفيش يعني، كان ممكن برده تلعبي ولا قدر الله يحصل اي حاجه ثانيه. فيعني دي حاجه بتاعت ربنا، مش عارفين لسه لغايه يوم النهائي ايه اللي هيحصل، لسه في وقت طويل، لسه عندنا اجنده دوليه. اهم حاجه اللعيبه ان شاء الله ما حدش فيهم يجرى له حاجه او يتصاب، اللعيبه كلها تبقى سليمه، ربنا برده يستر في موضوع كورونا برده، لان الموضوع برده ممكن في ثانيه يبقى حد ايجابي تقدري يعني يقدر يعني يبعد عنك في المباراه النهائيه. فيعني ان شاء الله من هنا لغايه المباراه النهائيه اكيد في حاجات كتيره هتحصل. نتمنى بس ان الوقت ده يبقى التيم كله جاهز، نتمنى نحتفل بقى قريب يا كابتن. يا رب. المهم بطوله مهمه جدا طبعا، وبقى لنا 7 سنين ما خدناش البطوله، من 2013 ده مده طويله طبعا. أكيد. على الجماهير، فاعتقد الجماهير متعطشه جدا ان هم ان شاء الله التاسعه دي باذن الله. انا قلت لحضرتك ان من ساعه ما قلنا انك معانا في طبعا اسئله كتير قوي من الجماهير طبعا بيحبوا كابتن محمد سمير، فخلينا نشوف كده شويه اسئله. أوكي. ونجاوب في اسلام كان بيقول لو رجع بيك الزمن وكنت في الاهلي وجالك عرض بالضعف من اي نادي تاني هتوافق؟ لا الحقيقه مش هوافق والله يعني، وبعدين مش عايز برضه عشان الناس ما تفكرش يقعدوا يقولوا يا عم لا انت لو محطوط في المكان ده. اكيد الفلوس مهمه جدا، بس انا عمري ما كان تفكيري في الفلوس خالص يعني، حتى لغايه وقتنا هذا عمري ما بيجي لي عروض كتيره بارقام كبيره. بس انا حاسس ان انا مبسوط في نادي المقاولين ومستريح نفسيا، فبكمل. وعروض كبيره من انديه
كتير وبيجي لي عروض والله مش ضعف، كمان بيجي لي 3 4 اضعاف العرض اللي انا باخده من المقاولين. بس انا بالنسبه لي زي ما بقول لك الراحه النفسيه دي مهمه جدا، فما بالك بقى ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي اصلا البيت اللي انا اتربيت فيه، فكان الموضوع بالنسبه لي هيبقى صعب جدا ان انا اخد الخطوه دي بالذات. كمان النادي الاهلي اصلا مقدرك بشكل كويس يعني مفيش فرق يعني ما حتى لو الرقم كبير اللي انا هاخده بره، بس برضه النادي الاهلي هيديني رقم كبير، فاهم قصدي؟ رقم هيعيشني يعني اكيد بشكل كويس، ورقم برضه ما كنتش احلم بيه لو قعدنا كده مع نفسنا يا جماعه انت عايز توصل لرقم كام مثلا. ما كانش الرقم اللي بيتعرض دلوقتي ما كانش اي حد لعيب يحلم بيه، فحتى لو الرقم اللي بره هتاخده لا انت بتخسر الجماهيريه وبتخسر حاجات كتيره جدا في حياتك. في ناس مش فاهمه ان فكره الجمهور طبعاً. فعلا دي لوحدها يعني طبعاً. خارج حسابات الفلوس وجودك تماما في النادي الاهلي الموضوع مختلف تماما يعني بشكل كبير. انت اصلا ماشي في الشارع بالذات لما تكون كمان ناس بتحبك ومقدره مجهودك في الفريق ومقدره مجهودك في النادي. يعني احنا بنتكلم دلوقتي في وليد مثلا، وليد دلوقتي ممكن من اساطير مثلا الناس حاطاه ان هو من اساطير النادي عشان المواقف الكتيره اللي عملها. وليد دلوقتي ممكن لو مشي في الشارع الامور بالنسبه له يعني الناس كلها عايزه تشيله فوق راسها، فده لوحده بفلوس يعني. وفي نفس الوقت زي ما بقول لك النادي مقدرك حتى لو الفلوس اقل، ده رزقك ممكن ربنا يبقى عامل لك البركه فيه حتى لو هتاخد بره اضعاف. بس ما يبقاش في بركه او عدم وجودك في النادي الاهلي ده في حد ذاته امر صعب جدا يعني. في كمان احمد ادريانو بيسالك ليه ما فكرتش ترجع الاهلي وليه ما بتروحش المنتخب؟ والله ما فكرتش ارجع الاهلي، ده اكيد انا نفسي لغايه النهارده ارجع النادي الاهلي، وما اقدرش حتى لو النادي طلبني في اي وقت ما اقدرش ان انا ما ارجعش يعني. ده حلم كان بيراودني ان انا من ساعه ما مشيت من النادي ان انا اقدر ارجع تاني، ما حصلش نصيب. حتى لو جت فتره والنادي فتح كلام مع نادي المقاولين ان انا ارجع ونادي المقاولين رفض، بس برضه انا مقتنع ان ده نصيبي في الاول وفي الاخر. حته المنتخب برضه انا ما اعرفش الحقيقه، عندي يعني عندي فيها كلام كتير بس مش عارف اقول ايه. انا يعني اعتقد ان انا مقدم يعني مش السنه دي حتى بس، الحمد لله الفتره الاخيره سنتين ثلاثه اللي فاتوا مقدم بشكل كويس جدا وعلى طول موجود الحمد لله في الملعب بلعب ماتشات كلها. فما اعرفش برضو حته المنتخب دي بالنسبه لي علامه استفهام كبيره. حاسس انك مظلوم في الحته دي؟ انا شايف كده برضو وجهات نظر في الاول وفي الاخر، واتمنى التوفيق طبعا للكابتن حسام وللجهاز اللي موجود ان هم ان شاء الله يقدروا يعملوا حاجه كويسه. انا بشتغل وبعمل عليها لغايه اخر وقت، اكيد نفسي ابقى موجود في المنتخب دي يعني لو في نصيب ورحت دي هتبقى حاجه كويسه، لو ما فيش برضه نصيب انا زي ما بقول لك بشتغل وبعمل عليا ودي اهم حاجه يعني. طيب حسام حسن بيقول لك ايه افضل مباراه لعبتها في حياتك؟ افضل مباراه والله يعني الحمد لله في ماتشات كتيره بالنسبه لي كانت حلوه، بس يعني انا ممكن اختار ماتش الاسماعيلي في الاسماعيليه، ده كان اول ماتش بالنسبه لي في مع النادي الاهلي وكنت لسه صغير وكان ماتش صعب جدا وعملت ماتش كبير الحقيقه. الماتش ده اعتقد هو ده اللي حطني على الطريق ان انا ابقى موجود يعني في النادي الاهلي، ده ماتش اكيد مش هقدر انساه وعملت الحمد لله ماتش كبير ولغايه دلوقتي معلم مع الناس كمان يعني الناس مش ناسيين يعني. خليني برضو احمد خميس بيقول لك مقالب كابتن محمد بركات فيك ابهرنا بقى. لا كتير طبعا بركات مقالب كتير جدا، مش عايز يعني اقول لك يعني هو كان مقلب كده بسيط، قول لنا مقلب بسيط. والله يعني بص دلوقتي ممكن ما بقاش فاكر، بس في حاجات طبعا ما ينفعش تتقال اكيد وفي حاجات تنفع تتقال، بس بركات يعني كان هو بصراحه هو اللي عامل حاله في الفرقه الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها، وبعدين كان على طول بيهزر حتى لو انت نازله عندك ماتش نهائي مثلا افريقيا على طول بيهزر يعني. بركات ما ينفعش على فكره، في ناس مركزه وفي ناس لو خرجت بره التركيز مش تبقى كويسه. هو لا بالنسبه له الامور سهله جدا يعني. طيب لو رحنا لاسئله انستغرام، في محمد بيقول لك لو كان جالك عرض من الزمالك بعد ما سبت الاهلي على طول كنت هتوافق؟ برضو هو سؤال صعب قوي الحقيقه، بس ما هي كل الاسئله بس ده احنا مختارين لك الحاجات السهله شويه. سؤال صعب والله، بس نادي الزمالك نادي كبير، بس برضو كان بالنسبه لي اعتقد الموضوع كان هيبقى صعب. انا بحب النادي بصراحه، النادي اتربيت فيه وبرضو في يعني لغايه وقتنا هذا الحمد لله، واعتقد لغايه ما بطل انا محسوب على النادي الاهلي ودي حاجه بالنسبه لي مشرفه جدا، فكانت الخطوه دي هتبقى بالنسبه لي صعبه وتقيله قوي يعني. طيب هاشم مصطفى مع احترامي طبعا نادي الزمالك، اكيد نادي الزمالك نادي كبير يعني اكيد. هاشم مصطفى بيقول لك ايه اكتر قرار ندمت عليه في مسيرتك الكرويه؟ يعني بصي هم الحمد لله ممكن يكونوا قليلين جدا، لان انا الحمد لله يعني قبل ما باخد اي قرار ببقى مفكر بشكل كويس جدا، بس اقدر اقول القرار ان انا مشيت نادي الاهلي، لان برده انا الوقت ده كنت لسه صغير ما كانش عندي خبرات وما كانش في حد يقدر يوجهني بشكل كويس. لو كان حد قدر يتكلم معايا او يوجهني بشكل كويس كان ممكن قراري يتغير، بس زي ما بقول لك ده لو رجع بيا الزمن
اكيد هفكر بشكل مختلف يعني، فاعتبر طبعا ان ده اكيد ممكن يكون اكتر قرار انا اخدته زعلان او متضايق عليه يعني. طيب في سؤال كمان بيقول انه برايك لو كان وقت لعيبه الجيل الذهبي في المنافسه القويه دي من الناحيه الاقتصاديه بين الانديه، تفتكر كان هيتم اغراءهم بسهوله انه يعني يسيبوا بقى الانتماء ويروحوا لاي نادي تاني؟ بصي برضو يعني انا دي ما اقدرش برضو اقولها، لان كل واحد ليه شخصيه وكل واحد ليه تفكير وكل واحد ليه اهداف وطموحات يعني كل واحد بيفكر على حسب شخصيته. فانما اللي اقدر اقوله ان انا الفتره كنت موجود فيها اللعيبه كلها اللي اتعاملت معاها كانت بجد لعيبه بتحب النادي، وكانت لعيبه مخلصه جدا للنادي، وكان كل هدفها ان هي تفرح جماهير النادي الاهلي، وكان في اوقات كتيره بيتعرض عليهم عروض احتراف يعني، عشان ممكن نقدر نقول الوقت ده ما كانش في حد في مصر بيدي ارقام كويسه غير مثلا النادي الاهلي او نادي الزمالك، فما كانش بيجي لهم عروض جوه بارقام اكتر. فكان في ناس بيجي لها عروض بره بشكل كبير وارقام كبيره، وكانوا بيرفضوا حبا ان هم موجودين في النادي الاهلي. بس برضو ما اعرفش التوقيت ده او اللعيبه دي. وانت قلت انه لا انت ما كنتش تعمل ده. لا طبعا ما كنتش هعمل كده طبعا. واللعيبه دي برضو زي ما بقول لك يعني، يعني اغلب اللعيبه بصراحه الفتره اللي انا كنت موجود فيها كان زي ما بقول لك كلهم كل تفكيرهم ان هم يقدروا يفرحوا الجماهير. ده كان بالنسبه لنا اهم حاجه، ان انت تكسبي بطوله والناس دي كلها اللي موجوده في الاستاد او الناس كلها اللي بتشجع النادي الاهلي ان هي تبقى فرحانه. ده كان بالنسبه للعيبه كتير بفلوس يعني. فاعتقد الموضوع ما كانش هيبقى برده سهل على اي حد. ما اقدرش اقول برده ان ما كانش في لعيبه هتفكر، لا اكيد كان في لعيبه هتفكر، واكيد كان في لعيبه ممكن تاخد القرار ده. فزي ما بقول لك اصل كلنا مش زي بعض، كل واحد وليه شخصيته وليه تفكيره. فاكيد كان هيبقى برده الموضوع يعني ممكن ندي شويه، كان ممكن الناس عقولها تتغير وكانت ممكن برده تمشي يعني. طيب في احمد مصطفى بيقول لك ايه طموحك بقى الفتره اللي جايه، ايه طموحك او قراراتك كمان بعد الاعتزال؟ يعني الفتره اللي جايه اكيد طموحي ان انا ان شاء الله مع المقاولين ان انا ان شاء الله ابقى موجود اطول فتره ممكنه. نادي المقاولين نادي كبير، وانا يعني الحمد لله مبسوط ومسرح نفسيا بشكل كبير. الحمد لله قدرنا نرجع النادي تاني بعد 15 سنه لبطوله افريقيا، دي حاجه اكيد يعني شرف لينا، وانا مبسوط جدا ان انا قدرت يعني اساعد زمايلي والناس كلها ان احنا نبقى موجودين تاني في افريقيا. طموحنا طبعا ان احنا الفتره اللي جايه، او طموحي انا شخصيا ان انا زي ما بقول لك اقدر اعمل حاجه تاني لنادي المقاولين. لو قدرنا نحقق بطوله سواء كاس مصر طبعا هتبقى حاجه مشرفه جدا لينا، نقدر نوصل لابعد حاجه ممكنه في افريقيا، دي هتبقى حاجه كويسه جدا. السنه الجايه ان شاء الله نقدر تاني ندخل مربع ذهبي، ما يبقاش الموضوع بالنسبه لنا صدفه او الموضوع بالنسبه لنا كانت سنه استثنائيه يعني. انا ان شاء الله بتمنى ان احنا السنه الجايه لو في نصيب ان احنا نقدر نمشي تاني على نفس الخطه اللي احنا مشينا بيها السنه دي. بعد الاعتزال والله ما فكرتش قوي لسه يعني، مش عارف. وبعدين انا مؤمن بحاجه ان انت يعني لعيب الكوره بالذات احنا المجال بتاعنا ده صعب، لان انت انا شايف وكان في مواقف قدامي كتير وكان في امثله كتير، مش دايما اللي انت الحاجه اللي بتبقى عايزاها بتحصل بعد الكوره. احنا عندنا الامور هنا في مصر صعبه يعني، انا قابلت ناس كتيره جدا بعد الكوره يقولوا عايزين نشتغل مدربين، بيشتغلوا محللين، واللي عايز يشتغل محلل تلاقيه بقى مدير فني او مدرب. فعلى حسب الدنيا هتاخدك لفين يعني. اكيد عندي اهداف كتير بعد ما ان شاء الله ما اعتزل، في حاجات كتير في دماغي. بس برضو الموضوع يعني هيبقى توفيق من ربنا، ربنا برضو ان شاء الله هيوجهنا لحاجه كويسه. بتمنى ان شاء الله بس بعد الاعتزال يبقى في خطوه كويسه الواحد ياخدها يعني أكيد. في كارير مختلف ان شاء الله باذن الله. موسم قوي مع المقاولين العرب يا كابتن، ومتهيألي في عناصر كمان جديده انضمت لكم وده عمل فرق يعني. في حد من باريس سان جيرمان؟ عبد الله ياسين جالنا من باريس، وجالنا لعيبه كتير السنه دي كويسه الحقيقه يعني. جالنا لعيبه السنه دي كتير كويسه قدرت تساعد الفريق. وبعدين الموضوع برضو عشان برضو الناس ممكن كان في ناس كتير بتشكك فينا السنه دي ان احنا ما نقدرش نكمل والموضوع هيبقى لوقت معين او دور اول، زي اكيد انت بتسمعي الكلام ده. فالحمد لله قدرنا ان احنا نكمل لغايه اخر السنه في المربع. وبعدين الموضوع ما كانش برضه صدفه بالنسبه لنا، احنا بدانا المشروع ده يمكن من بعد ما الكابتن عماد جه والجهاز الفني جه، ان احنا قدروا ينقلوا النادي في مكان تاني خالص. قدرنا نخلص السنه اللي فاتت بعد ما كانت الامور بالنسبه لنا في اول السنه مش كويسه، قدرنا نكمل نخلص السنه في المركز الخامس. وكنا قريبين جدا ان احنا ندخل مربع، كان فرق 3-4 نقط عن النادي المصري. فقدرنا نكمل على السنه اللي فاتت وندعم بلعيبه تقدر تفيد الفريق بشكل كويس، وقدرنا السنه دي الحمد لله ان احنا نحقق طموحنا كلنا. وده كان طموحنا وهدفنا ان احنا نقدر ندخل مربع. والموضوع كان صعب جدا خلي بالك، لان انت تقدري تدخلي مربع ذهبي الموضوع مش سهل خالص في ظل الامكانيات اللي حواليك كمان يعني. احنا مع الفرق اللي ممكن تكون بتنافسنا على المربع سواء مثلا سموحه انبي
المقصة، الاتحاد السكندري، في فرق كتير. الفرق دي بتصرف اكتر مننا، الفرق دي يعني ميزانيتها اكتر مننا بكتير، بس احنا الحمد لله قدرنا ان احنا كلنا نبقى في يعني نتكاتف ان احنا نقدر نحط النادي المقاولين تاني في المسار الصحيح، والحمد لله الموضوع عدى على خير وقدرنا نخلص السنه في المربع، وده كان حاجه مميزه بالنسبه لنا جدا يعني. وانتوا تستاهلوا طبعا يا كابتن، والحقيقه المقاولين العرب عمل يعني موسم قوي جدا، ويستاهل هو يكون في المركز الرابع، وطبعا تكونوا في الكونفدراليه ان شاء الله وتأدوا اداء كبير باذن الله. رساله منك بقى لجماهير الاهلي قبل ما نختم كده، لانه دايما جمهور الاهلي بيحب يشوف طبعا كابتن محمد سامي. لا طبعا يعني جمهور النادي الاهلي اكيد بالنسبه لي احسن جمهور طبعا في الدنيا، ويعني شرف ليا ان انا ابقى محسوب على النادي الاهلي. النادي الاهلي ده بيتي، وجماهير النادي الاهلي ليها معزه خاصه في قلبي يعني. الحمد لله الواحد لما بيقابل الناس في الشارع والناس لسه فاكره ان الواحد ادى النادي حتى لو وقت قليل، دي بتبقى حاجه بالنسبه لي ببقى فرحان بيها جدا. بتمنى ان شاء الله للنادي التوفيق الفتره اللي جايه، وبتمنى جماهير النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه تدعم الفريق وتبقى على طول سبورت للفريق وعلى طول تدعم اللعيبه. ده شيء بيبقى مهم جدا بالذات الفتره اللي جايه. احنا بنتكلم النادي والتيم داخلين على نهائي افريقيا، البطوله المحببه لجماهير النادي الاهلي. بتمنى ان شاء الله ان البطوله تقدر تاني ترجع للنادي بعد 7 سنين غياب، فتره طويله هتبقى مهمة جدا ان هي ترجع تاني للنادي الاهلي. بتمنى من هنا لغاية النهاية ان شاء الله الجماهير تبقى دعم بشكل كبير للعيبة والجهاز الفني، ان هم ان شاء الله يقدروا يحققوا تاني البطولة التاسعة زي ما بقول لك، البطولة المفضلة ان شاء الله بعد النهاية نبارك لهم كده، والجماهير ان شاء الله تبقى مبسوطة يا رب. بشكرك جدا يا كابتن، كنت منورنا. ربنا يخليك. بشكرك جدا وبشكر حضراتكم على المتابعة. كل المطلوب من جمهور الاهلي طبعا الدعم، يكون في ظهر فريقه الفترة اللي جاية، وباذن الله نكون بنحتفل قريب بدوري ابطال افريقيا الأسبوع الجاي. حلقة جديدة من برنامج السادسة، شكرا لكم.